الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الحياة مع الشيف يسري على قناة الحياة. يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وألف خير. النهاردة هنعمل حاجات مختلفة شوية، يعني هنعمل أكلة مشهورة في المغرب اسمها اللحم بالبرقوق، ولكن احنا هنقول لحم بالقراصية أو لحمة بالقراصية. مكوناتها بسيطة، بتتعمل بمنتهى السهولة. تعالوا نشوف المقادير وبعد كده نشوف هنعمل ايه. أول حاجة عندي كيلو من اللحم الضاني، كيلو من اللحم الضاني، وعندي كمان ربع كيلو من القراصية، وجزرتين متقطعين شرايح، وكمان بصلتين مفرومين، وعندنا عود من الكرفس، وكمان عندنا معلقتين من الزبدة، معلقة من الصويا صوص، وكوبايتين من المرق، وكمان آخر حاجة هنقدمها يا مع كسكسي يا مع بطاطس بيري، بس هي الأشهر مع الكسكسي. تعالوا نشوف هنعمل ايه الأول وبعد كده نجيب بقية المقادير. أول حاجة عندي عايز أسوي الكسكسي. أنا جبت كسكسي جاهز موجود في السوبر ماركت، بس يعني حسب النوع، يعني النوع بتاعه بيبقى بيفرق معانا في التسوية. أنا هسويه بمنتهى السهولة وكمان بأسرع وقت ممكن، ما ياخدش معانا 5 دقايق في التسوية. هشغل بس المية تسخن، ده أساسي، ونروح نجيب طاجن كده أو أي صينية، وده الكسكسي اللي أنا بقول لكم عليه الجاهز قبل ما نعمل مع بعض اللحمة خالص. أهو شايفينه، ده بيتباع في السوبر ماركت. حلو. طيب يا شيف يوسف، انا لو حبيت اعمل الكسكسي في البيت هنعمله؟ سهل جدا، هنعمله قريب معاكم، بس انا حبيت اعمل لكم حاجه سريعه هنا النهارده. هنحط كل الكسكسي معانا ونغرقه بقى زيت زيتون. بعد ما حطينا كده كميه من زيت الزيتون هنقلبه مع بعض مع شويه ملح فقط. اهو لو عايزينه يلون هتدوله شويه من بودره الزعفران، عايزينه بنفس اللون مفيش مشكلة خالص. اهو بنقلب زيت الزيتون عليه لغاية ما يختلط معاه كده، كل حباية من الكسكسي تشرب معانا من زيت الزيتون. اسهل طريقة لعمل اسهل كسكسي الجاهز. بعدين خلصنا كده نعمل ايه؟ اهو شايفينه كله تشرب معانا بزيت الزيتون. اول حاجة، ده اهم حاجة في القصة كلها، نيجي نقوم واخدين المية، مية بتغلي، ونسوي كده ونفضي ميه لغايه ما نغطيه، ما بزودوش لا مش بنزود خالص. اهو ميه بتغلي كده، هيستوي معانا بالظبط 5 دقايق. تمام كده، اهو غطيته زي ما انتم شايفين. بجيب ورقه الومنيوم ونغطيه وندخله الفرن على الشبكه زي ما قلت لمده 5 دقايق 7 دقايق، مش اكتر من كده. اهو بس لازم نغطيه كله محكم علشان خاطر الهواء ما يطلعش منه او البخار ما يطلعش منه. فانا كده هغطيه بواحدتين، واحده كمان. حلو قوي، بحيث ان انا اكمر الهواء بتاعه او البخار ما يطلعش منه خالص. وبعدين نروح بقى نحطه في الفرن ونسيبه على الشبكه لغايه ما يستوي معانا. تمام كده؟ هنشيل بقى الحاجات دي ونروح نكمل مع بعض اللحمة بتاعتنا. اللحمة بتاعتنا هنعملها بمنتهى السهولة. هنحط شوية زيت صغيرين وعليه معلقة زبدة كبيرة، وأول ما الزبدة تسيح هناخد اللحمة دي نديها شوية ملح وشوية فلفل بسيط. لحمة ضاني، ريحتها بتبقى حلوه قوي وطعمها جميل جدا في الاكل. هناخد مع بعض كده نسيح الزيت والزبده، وهندي بقى شويه ملح وشويه فلفل على اللحمه قبل ما تستوي معانا. تمام كده، ونقلبها الناحيه التانيه عشان تتشرب من الملح والفلفل كل قطعه، ونحط برده شويه ملح وشوية من الفلفل، مش أكتر من كده. وناخد بقى اللحمة كده قطعة قطعة نحطها لغاية ما تلون معايا، تاخد لون. تمام، موضوع بسيط قوي وسهل جدا وهيعجبكم قوي، يعني الناس اللي هم بقى بيحبوا الحاجات اللي هي فيها شوية سويت، يعني بتبقى طعمها شوية مسكر، هيعملوا اللحمة دي وهتتبسطوا منها قوي. القراصية، كل اللي انا عملته فيها ان انا خليتها من البذر وبعدين حطيتها في ميه، نقعتها في ميه شويه،
مش اكتر من كده. شايفين بقت طريقه معايا، طريقه معانا، شايفينها؟ كل اللي انا عملته ان انا زي ما قلت خليتها من البز وحطيتها في الميه منقوعه شويه. طيب هناخد اللحمه نسيبها لغايه ما تلون، لازم تلون معايا تاخد لون، وبعدين نقلبها بعد شويه نشوف كده لونت ولا لا، ونقلبها الناحيه الثانيه اهي. شوفوا اللون، نقلبها كلها عشان تاخد لون برضو من الناحيه الثانيه. بعد ما بنعمل الحركه دي نعمل ايه بقى؟ هنحط عليها شويه البصل بتوعنا والكرفس. الكرفس يكون مفروم ناعم بيديني طعم حلو قوي الكرفس، وبعدين البصل، ونسيبها بقى لغايه ما لون البصل يتغير. كمية بصل كبيرة، بصلتين كبارهم، نسيبها زي ما قلت لكم لغاية ما لون البصل يتغير معانا. يعني ايه يتغير؟ يعني لونه يبقى غامق شوية، يبقى لونه ذهبي غامق او بني فاتح، ونسيبه خالص، ونقعد كل شوية نقلب، مش نقلب قصدي كل شوية نهزها كده. اول ما اللون هيتغير خالص ونحس ان هي لونها اتغير، هنبدأ نزود شوية صويا، ونزود عليه كمان شوية مرق، ونغطيها ونسيبها تستوي معانا لغاية ما توصل ل 80% من السوى. أول ما توصل 80% من السوى هزود الجزر وهزود القراصية واسيبها متغطية لغاية ما تستوي معانا خالص. طبعا عشان الوقت عندنا، فأنا مسوي قبلها شوية، هوريكم شكلها بعد ما استوت خالص لونها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. ولكن احنا سايبينها هنا تكمل كل التسوية قبل ما نغطيها. عملية التغطية دي هي بتخلي البخار اللي بيطلع من البصل مع الكرفس يكمل، ويدي طعم اللحمة حاجة مختلفة، بيديها طعم حلو قوي. عشان كده احنا هنفضل مع بعض لغاية ما نشوفها هتعمل ايه. انا عندي شوية الشوربة اللي انا قلت عليهم، او مرق اللحمة او اي مرق. اول ما البصل يطلع هنا بقى، عشان كده انا هشيل دول ونخلي البصل يلون معانا شوية. يعني ممكن نجيب طاسة أكبر، ونحطها على بال ما البصل يتلون معانا شوية، يتلون معانا يعني يصفر شوية. ده من أهم الأشياء في اللحمة بتاعتنا دي، حلوة قوي كده. الطاجين أو الطواجن مشهورة قوي في المغرب، وبعدين بيعملوها بطريقة حلوة قوي، و مش كل الناس بتعملها زي بعضها، يعني كل واحد بيخترع اختراع او بيعمل حاجه مختلفه. فعشان كده هتلاقوا هناك مختلفه في كل الاشكال. البصل بدا يصفر، لو ركزنا هتلاقوا لونه اتغير شويه اهو، تمام. هنستنى عليه برضو لما يلون معانا شويه كمان. كل ما بيلون بس ما نحرقش البصل، اهم حاجه يلون وفي نفس الوقت ما يتحرقش. لو البصل اتحرق بيعمل مشاكل طبعا في الاكل وكده. فاحنا معاه لغايه ما يلون معانا خالص. بعد ما يلون معانا هوريكم دلوقتي شكله عامل ازاي. في نفس الوقت هنعمل اللحمه بتاعتي جاهزه. اول ما يصفر معايا البصل اهو، طبعا في ناس ممكن تحط الصويا من دلوقتي وهي تديها اللون، لا انا عايز اللون يطلع من الصويا ويطلع من البصل مع بعض. يعني اللون اللي احنا هنحطه دلوقتي يطلع من البصل، لون البصل الغامق ده، وكمان يطلع من الصويا. خلصنا كده، هرجع انقل اللحمه تاني عليها ونغطيها ونسيبها كده مكموره لغايه ما اللحمه تخش في التسويه. تاخد قد ايه وقت حسب نوع اللحمه، عشان خاطر ما لكوش ربع ساعه نص ساعه. يعني لو اللحمه صغيره تاخد لها بالكتير ربع ساعه، لو اللحمه عجوزه شويه او كبيره شويه ممكن تاخد نص ساعه او ازيد. فعشان كده انا بقول حسب نوع اللحمه بتاعتنا بالظبط نسيبها لغايه ما تستوي. اول ما احس ان اللحمه بتاعتي بدات تخش في السوى هزودها شويه الجزر ونزود القراصيه. بس قبل ما نعمل ده هنزود هنا شويه الصويا والمرق ونسيبها تغلي بقى، تمام كده اهو. ونزود شويه من المرق، ونسيبها تتشرب براحتها.
تغلي لغاية ما توصل لدرجة التسوية الكاملة. علشان كده أنا هغطيها واسيبها تشتغل معانا كده وتاخد وتدي من الحاجات دي لغاية ما توصل للون اللي أنا هوريه لكم دلوقتي. هي كده هنحط لها طبعا بعد شوية القراسية ونحط عليها الجزر. شايفين أهي لو بصينا كده ده شكلها بعد ما استوت وشكلها كمان بعد ما خدت اللون كامل. شايفينها اهو، طلع حته بس نوريكم شكلها. شايفينها بسم الله ما شاء الله تتاكل كده، قصدي يعني من هي سخنه يعني قصدي ما نستناش عليها. في طريقتين للغرف، طريقتين للغرف اللي هم يا اما اغرفها في طاجين زي ده كده ونحط الكسكسي في النص بعد ما يستوي معانا واللحمه حواليه، يا اما احطها هي كلها اللحمه في الطاجين ده وادخلها جوه الفرن تكمل تسويتها وبعد كده نبقى نوريكم شكلها ايه. لكن هي كده انا هغرفها مع الكسكسي افضل، يعني مع الكسكسي هتبقى افضل بكتير. كل اللي انا هعمله دلوقتي هغطي دي ونشيل كل الحاجات الزيادات اللي عندنا دي، وان شاء الله على اخر الحلقه هنوريكم شكل اللي برضو اللي استوت معانا شكلها عامل ازاي. ولكن حبيت اوريكم الشكل وكمان الطعم تحسوا بيه، والقراسيا ما تهرتش، لان القراسيا لو اتهرت جواها هيبقى ما وصلناش للدرجه اللي احنا عايزينها. هقول تاني القراسيا لو احنا حاطينها من البدايه هتتهري معاها، انا مش عايزها تتهري. اهي قطع زي ما هي سليمه، قطع سليمه زي ما هي اهي. بصوا بقى اللحمه، الصوص كتير؟ لا خالص، الصوص بيخف خالص، بيبقى حاجه كده بسيطه، وكمان النكهات الموجوده فيه نكهات حلوه قوي هتعجبنا. كل اللي انا هعمله دلوقتي هنشوف الكسكسي اخباره ايه اللي احنا عملناه مع بعض. يعني انا عندي هنا، مش احنا سوينا كسكسي من شويه وقلنا ياخد له 5 دقايق او اكتر شويه او اقل شويه حسب. نرفع ونجيب هنا بسم الله اسرع كسكسي ممكن تعملوه. طيب يا شيف يوسف احنا ممكن نعمل الكسكسي في البيت؟ طبعا، وان شاء الله في مره من المرات قريب قوي هعمله لكم هتشوفوا شكله عامل ازاي. هنرفع الغطا او الالومنيوم بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى استوى معانا، استوى معانا. هنجيب بس شوكه وناخد كده اول ما يطلع مستوي معانا 100% اهو، طعمه حلو جدا. بصوا بقى مفيش واحده ماسكه في الثانيه، اسرع حاجه عملناها. يعني دايما بيبقى عندنا مشكله في تسويه الكسكسي بالذات، شايفينه اهو مفيش ولا واحده لازقه في الثانيه. عشان كده بقى احنا قلنا ان احنا هنعمل كسكسي مش هياخد 5 دقايق في الفرن، وكمان هنعمل اللحمه بتاعتنا الموجوده هنغرفها ونوريكم شكلها. ولكن دلوقتي بعد فاصل سريع هنستاذنكم عشان بعد كده نقدم الكسكسي مع اللحم بالبرقوق او اللحمه بالقراسيا زي ما تسموها. كل حاجه عندنا هتلاقوها دايما جديده في مطبخ الحياه مع الشيف يوسري، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حبيت اوريكم بس شكل الغرف بتاع الطاجين اللي هو الكسكسي ومعاه اللحمه، وبعد كده هقول لكم على حاجه اللي انتم برضو طلبتوها اللي هي ده شكل الطاجين، بنغرف الكسكسي وعليه اللحمه كده وطعمه اكتر من هايل، ان شاء الله يعجبكم. النجرسكو طلبتوه الاسبوع اللي فات، عشان كده قررت ان انا اعمله لكم النهارده. نجرسكو بسيط قوي، وكل اضافه تحطوها دي حاجه ترجع لكم. يعني ايه؟ كل اضافه انتوا عايزين تضيفوها في النجرسكو مفيش مشكله خالص، انتوا عايزين تضيفوا ايه دي حاجه ترجع لكم. يعني مثلا انا ضايف فيه شويه فلفل هالابينو، انا ضايف فيه مشروم، دي كل ده اشياء ترجع لكم. تعالوا نشوف المقادير وبعد كده نشوف هنعمله ازاي. عندي نص كيلو من المكرونه العريضه شويه، مش الاسباجيتي اللي هي اعرض من الاسباجيتي، وعندي كمان فرخه مسلوقه وفصصناها، ومعلقتين زبده، ربع كيلو مشروم، وبصلتين متقطعين شرايح، ونص كوبايه فلفل اللي هو الهلابينو المخلل ده، واربع كوبايات من البشاميل، وكوبايه جبنه مشكله. اظن مفيش اسرع من كده. فعشان احنا هنا الحاجات دي
هي الوصفه بتاعتنا الاساسيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد نشوح المشروم مع حته زبده وشويه ملح. طيب هو فيها مشروم، انا بحبها بالمشروم، بحب النجريسكو بالمشروم. طب هي فيها فلفل هالابينو برضو لما تضيفوا له هيبقى فيه نكهات متعدده. هو الاساس فراخ، وعندنا شويه من المكرونه وشويه بشاميل. انا هشوح بس تشويحه كده للمشروم، وبعدين برضو هشوح في طاسه تانية اكبر شويه من البصل، وهقول لكم هاضيف عليها ايه. يعني احنا واحده كده واحده. هنا المشروم خلاص استوى اهو، نديله شويه ملح صغيرين وشويه فلفل. المشروم ده من الحاجات الحلوه قوي، بروتين نباتي غالي، يعني زي ما بنقول كده غالي بالعناصر او غني بالعناصر الغذائيه. هتخن دي، وبعد كده هشوح فيها البصل زي ما قلت لكم، اضافه المشروم اضافه الفلفل الهالابينو. طيب البشاميل اللي بيجي لنا عليه سؤال كل يوم، انا عامله ومجهزه، ولكن احنا عملناه قبل كده فحبيت اوريكم شكله عامل ازاي. لو البشاميل اتقل من كده ما يبقاش بشاميل. تاني لو البشاميل تقل اكتر من كده يبقى حاجه تانيه، لازم يبقى كده انسيابي خفيف، مش خفيف قوي يعني ما يبقاش شوربه، ولكن يبقى بالطريقه دي. ليه بقى؟ علشان اما اجي احط على المكرونه يتشرب منه المكرونه، تخش كده من جواها. المشروم استوى باسرع مما تتخيلوا، عندي هنا حته زبده تانية اهي، وكمان نحط عليه البصل، ندبل البصل شويه، ندبل البصل شويه. انت ايه موضوع البصل اللي انت بتشوحه ده؟ تاني اقول لكم قصته ايه. البصل لما بشوحه ده واحط عليه الفراخ المتقطعه دي بيدي نكهه مختلفه، بيدي طعم مختلف. عشان كده انا عايزكم اما تيجي تاكلوا كل الحاجات دي يبقى فيها نكهات متعدده، تمام؟ يعني انا هاخد الفراخ دي احطها على البصل بعد ما يدبل شويه، هتدي له طعم مختلف خالص عن اللي احنا بنقدمه. عشان كده في حاجات صغيره فنيه كده ممكن تعملوها تغير طعم الحاجه معاكم. تمام اهو، تمام كده. هشيل ده هنا عشان نستعمله دلوقتي. البصل يدبل يا جماعه، ما بنسويش، يعني مش عايزه بقى يتحمر ولا يبقى كده، انا يا دوب يشم النار كده ويتصاعد البخار اللي جواه ده. بعد كده هضيف عليه الفراخ بتاعتنا، وده عنصر من العناصر اللي بتدي تيست حلو قوي في النجرسكو اهو، وشويه فلفل، ونسيبهم يتقلبوا مع بعض لغايه ما يعني ياخدوا كده ويدوا مع بعض. يلا بينا نعمل بقى النجرسكو بتاعنا. هنجيب اي طاجن احنا بنحبه مثلا اهو، وبعدين هنحط معلقه كبيره او كبشه كده من، خد يا احمد من فضلك كبشه هنا من البشاميل، نفردها، وبعدين بعد ما فردنا كده كبشه البشاميل ناخد عليها جزء من المكرونه مش كبير حسب ما احنا عايزين يعني اهو، وبعدين نفردها تاني. وفاكرين بقى لما قلت لكم ان البشاميل علشان يبقى خفيف مش تقيل بالشكل اللي انتوا بتعملوه لازم نحط كده شويه. شايفين لما بحط على المكرونه بيحصل ايه؟ بتنزل. هو ده اللي انا عايزه، يتشرب كميه المكرونه من جواه. تمام اهو، حلو قوي. وبعدين بقى هناخد الفراخ بتاعتنا بعد ما نقلبها التقليبه دي كده، نحطها كلها مره واحده، او لو عايزين نعمل طاجن تاني مفيش مشكله برضو، ناخد النص ونيجي نعمل ايه بقى، نفرده كده ونحط طبقه من المكرونه عليه. يعني حاولوا ما تخلوش المكرونه تطلع من الطاجن، يعني ايه تطلع من الطاجن؟ يعني ما تخلوهاش تبقى زياده من الطاجن، حاولوا دايما تبقى على قد ما هتعملوا كده اهو. تمام، وناخد بقى بعد كده اخر
طبقه. لو الفلفل ده اختياري زي ما قلت لكم، حابين تحطوا شويه قبل البشاميل كده على الوش مفيش مشكله، مش حابين تحطوه برده مفيش مشكله، لكن هو بيدي طعم حلو قوي في وسط الاكله بتاعتنا. تمام كده اهو. وناخد اخر حاجه اهو، شايفين اما بحط البشاميل بيحصل ايه بقى؟ بيتشربوا، بينزل كده يخش بين المكرونه وبعضها. هو ده اللي انا بقول عليه يا جماعه، البشاميل عمره ما كان تقيل. بشاميل لو حط، شايفين لو بصيتوا من الجنب هتلاقوا ان البشاميل اللي بينزل بيغرق لي المكرونه كلها، هو ده اللي انا عايزه، بحيث يبقى في صوص جواها اقدر اكل، ما تبقاش كده قطع ناشفه يعني. تمام خلاص احنا كده خلصنا. هنعمل ايه بقى؟ نعمل كده هزه، وهنا هزه، وهنا هزه، علشان برضو احس ان الصوص نزل في كل الاماكن ومفيش حته من المكرونه ما خدتش صوص بشاميل. وبعدين شويه جبنه على الوش وندخل الفرن، بياخد اللون الجراتان، ونطلع ناكل احلى نجرسكو. تمام كده، ببساطه طبيعه، حاجات حلوه، علشان تعرفوا ان طلباتكم اوامر، زي ما طلبتوا الاسبوع اللي فات او نص الاسبوع عملت لكم النجرسكو اهو زي ما انتم عايزين. هناخد تمام كده، حلو قوي، هندخل الفرن. ولكن الطريقة التانية اللي أنا قلت عليها اللي هي فيها مشروم، يعني احنا حطينا هنا الفلفل الهلابينو، الطريقة التانية هناخد برضو شوية هنا من البشاميل، قصدي المكرونة، ونحط عليها جزء اهو، لحظة هنا بقى مختلفة شوية، هنحط شوية من المكرونة، وبعدين ناخد شوية الفراخ، دي مختلفة خالص عن اللي فاتت. بعدين الأولانية هي طبعا النجرسكو كله، ناخد المشروم هنا اهو، الإضافة لو حابين تضيفوا هنا شوية من البشاميل مفيش مشكلة، قصدي من المكرونة مفيش مشكلة، عايزين تخلوها كده وتدخلوها الفرن زي ما هي كده حاجة تانية خالص، بطعم مختلف خالص، بطعم المشروم اهو. ناخد هنا، طيب لو انا عايز احط على الاولانيه مشروم مفيش مشكله خالص، انا بس حبيت اوريكم طريقتين لعمل النجرسكو بمنتهى البساطه، ما فيهوش ادنى مشكله. شايفين اهو، نغرق بشاميل، ناخد كده بكل الطرق ممكن تاكلوه، يعني زي ما قلنا لو انتوا عايزين البشاميل او المكرونه بالمشروم في الاولانيه ماشي، مش عايزين تحطوا مشروم خلوها زي ما حطيناها كده، مش عايزين تحطوا مشروم خالص برضو ما تحطوش، كل ده اختياري لكم اهو. تمام، شويه جبنه، ده بقى طعمه مختلف لان كميه المكرونه اللي فيه مش كتير قوي، عشان كده هيبقى طعمه مختلف خالص. هناخد بقى الاثنين ندخلهم جوه الفرن، كل اللي محتاجه ياخده وش جراتان. يعني ايه وش جراتان؟ يعني الجبنه تسيح ويبقى لونها ذهبي، وده اللي احنا عايزينه مش اكتر من كده، لان انا كل حاجه عندي مستويه، كل حاجه عندي مستويه اهو. تمام، والتاني اهو جنبيه، يلونوا، وبعد ما يلونوا معانا هناخدهم ونوريكم شكلهم. في نفس الوقت تعالوا بقى نعمل مع بعض حاجة تانية، وهي السلط. سلط حلو قوي، بيتقدم في المطاعم، ببساطة. يعني ايه ببساطة؟ اسمها سلط نسواز، سلط نسواز مقاديره بسيطة، ولكن هنعمله النهاردة بمنتهى البساطة أكتر. يعني عندي خصاية كابوتشا أو خصاية بلدي، أي نوع خص. عندنا كمان اتنين ثمرة بطاطس متقطعين مكعبات، ومسلوقين.
عندي برضو جزرتين متقطعين مكعبات ومسلوقين، وكوبايه من الفاصوليا الخضراء، وثلاث ثمرات من فلفل الالوان، وعندنا كمان اتنين علبه تونه، اتنين علبه من التونه متصفيه، كوبايه من الزيتون المخلل، واربع بصلات خضر، واربعه بيض متقطع كل واحده اربع قطع، ومعلقتين بقدونس، معلقتين عصير ليمون، معلقتين من زيت الزيتون، وفصين توم مطحونين خالص. يلا بينا نركب كله على بعضه. ايه بقى الموضوع؟ ابسط مما تتخيله. الخس بنحطه كده في الارضيه، ولكن هنعمل الدريسنج بتاعنا اللي هو اول حاجه زيت الزيتون، عليه عصير الليمون، عليه التوم المطحون، لازم يكون مطحون جامد، يعني التوم يكون مطحون على الاخر اهو، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه، شايفين بقى؟ وبعدين ناخد بقى شويه ملح وشويه فلفل عليه الاول اهو، شويه ملح وشويه فلفل في الاساس، قلبنا. ده الدريسنج بتاعنا تمام كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بس بوله صغيره واخد شويه من الدريسنج ده عشان خاطر اوريكم هنعمل فيه ايه، يعني هخلي كده معلقه او معلقتين لوحدهم علشان خاطر ناخد نحطهم على الوش. بعد كده هقلب كل المقادير اللي انتوا شايفينها دي على بعضها، تتشرب من الباقي، تتشرب من الباقي. طب هو ايه الصوص اللي انت عملته ده يا شيف يسري؟ اللي انا عملته ده عباره عن توم مطحون وزيت زيتون وعصير ليمون فقط، مفيش حاجه تانية، يعني مفيش خل، مفيش كلام من ده خالص، يعني ده بقى اساس السلط بتاعتنا، اسمها سلط النسواز. هتجيب بوله كده من فضلك، نحط فيها شويه زي ما قلنا على جنب. ليه بقى؟ علشان ممكن الحاجات الاخيره مش هتتقلب، يعني البيض مش هيتقلب، وكمان التونه مش هتتقلب، فانا عايزهم يتشربوا من الصوص ده في الاخر. هناخد الفلفل والبطاطس وكمان الفاصوليا خضراء والجزر، شايفين كمية الألوان الموجودة؟ حاجة كده تفتح الشهية. وبقيت كمية الفلفل اهو، والبصل الأخضر، هنقلب كل ده مع بعضه ويتشرب الأول من الدريسنج اللي احنا عملناه، بس يستحسن إن احنا نسيبه فيه شوية، يعني يقعد معانا كده شوية الخليط ده يتشرب منه قبل ما نقدمه. بصوا بقى شايفين كمية الخضروات والحاجات الموجودة دي؟ روعة الروعة. تمام، هنعمل إيه بقى؟ هنيجي هنا ناخد نص كمية الزيتون، والنص التاني هنحطه على الوش، والتونة على الوش، وكله على الوش. هجيب بقى البتاع الخاص بتاعنا، وبالراحة خالص نفضي كمية الخضار اللي عندي دي، ولكن مش عايزين نملاها، يعني مش عايزين نحط كده ندلقها وخلاص، يعني نحطها كده شكلها رمح بالراحة. تمام كده، قد ايه طعم الخضار ده يعني مع الحاجات اللي هنعملها؟ حلو قوي. عايز اقول لكم بس ان دي ممكن تكون وجبة لو خدنا كده رغيف من الخبز معانا. وبعدين نيجي بقى هنحط البيض حواليها كده، وهو متقطع أربعة اهو. تمام كده بالراحة خالص. خلي بالكم انا خليت شوية من الصوص او الدريسنج عشان اوريكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. هناخد برضو قطعتين من البيض هنا. تمام كده. وبعدين التونة اساسي، قطع كبيرة كده، وجبة كاملة ناقصها شوية عيش محمص بس، يعني الناس كل اللي بيعملوا دايت هتعجبهم قوي، لأنها طبعا كل العناصر موجودة فيها. تمام كده أهو. وبعدين هناخد الزيتون ننزل كده في كل حتة، وتفضلوا معانا أحلى
وجبة خفيفة بمنتهى البساطة. يعني احنا مش ما عملناش فيها اي حاجة خالص غير ان احنا قدمنا لكم شوية من الخضروات موجودين معنا كده. وهرجع بقى انزل هنا الدريسنج بتاعنا اللي احنا كنا شايلينه على جنب على البيض وعلى الزيتون وعلى التونة وعلى كل الحاجات دي. وممكن ندي شوية من زيت الزيتون لو حابين إضافة، ويبقى عندي أحلى طبق سلطة ممكن تاكلوه. زي ما قلت كل العناصر موجودة فيه، كل العناصر الغذائية موجودة فيه. يعني زي ما قلنا ناخد شوية بس شوية من الخبز نقدمه، يبقى عندي كده أحلى طبق ممكن تاكلوه. احنا كده عملنا لكم النهاردة حاجتين حلوين. الأولاني عملنا لحم بالبرقوق أو لحمة بالأراسيا، وحورها لكم دلوقتي اللي احنا عملناها هتلاقوها استوت معانا وخدت سواها، لان احنا جايبين اللحمه من مصدر كويس عارفين ان هي مش هتاخد سوا كامل. عندي كمان عملنا سلطه النسواز وعملنا مع بعض النجرسكو. انا قدمته بطريقتين. ليه بقى؟ في ناس مش عايزه تحط مشروم، خلاص ما تحطش مشروم. في ناس مش عايزه تحط الزيتون او الليمون اللي هو بتاعنا المخلل، ما تحطش. كل واحد يحط في النجرسكو اللي هو عايزه، يعني كل واحد له إضافة عايز يحطها في النجرسكو، ولكن أساسيه إيه؟ أساسيه اللحم الفراخ المسلوق والمكرونة الشرايط أو المكرونة الشريط عريضة وكمان البشاميل. البشاميل زي ما قلنا لازم يكون خفيف، عشان كده هقول لكم أنا عملته إزاي. أنا جبت لتر من اللبن حطيته على النار، وفي بصلاية وفي جزراية وفي عود كرفس وفي كمان ورقتين من اللورة وبشرة جوز الطيب وشوية ملح، حطيته يغلي. بعد ما غلي معايا مرتين كده قمت راكنه على جنب يهدى وصفيته وخدت اللبن بس عشان يبقى فيه كل النكهات اللي أنا حطيتها دي. أربع معالق من الزبدة عليهم أربع معالق من الدقيق، قلبتهم على بعض يا دوب تجانسوا مع بعض. قمت نازل عليهم بالخليط بتاعنا اللي هو اللبن اللي احنا كنا غاليينه. وبعد ما حطيت كده اللبن بتاعنا قعدت أقلب فيه لغاية ما وصل للشكل اللي انتوا عايزينه. يعني ايه؟ لازم يكون الشكل بتاعنا انسيابي، ما يكونش كتلة واحدة. البشاميل لازم يكون انسيابي، اقدر كده يعني اما احركه الاقيه مش خفيف قوي زي الشوربة، ولا تقيل قوي يبقى زي الحاجات الدسمة التقيلة يعني، لا خالص. لازم يكون كده لما اجي احطه ووريتكم، عشان اما نحط جوه المكرونة يخش بينها يتخللها يعني ويوصل لكل حتة من المكرونة. ده البشاميل بتاعنا. وعملنا بقى سلطة النسواز. سلطة النسواز دي يا دوب اللي عايزاه زي ما قلنا عيش بلدي كده متحمص ناكلها معاه، يبقى انا اكلت وجبة كاملة. للناس اللي بتعمل دايت ان شاء الله هعمل لكم قريب ايام كاملة للدايت ان شاء الله، للناس برضو اللي بتحب الدايت عشان نبقى معاكم بنعمل كل الحاجات. انا هبص كده على المكرونة اخبارها ايه، بدأت تلون اهي، ولكن شايفينها الريحة بدأت، بس لسه عايزة كمان دقيقة ولا دقيقتين وبعد كده يبقى حاجة بتاعتنا جاهزة معانا. عشان كده هستأذنكم هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع نقدم كل اللي عملناه وأوريكم اللحمة بعد ما استوت، وأوريكم كمان البشاميل بتاعنا أو النجرسكو. وزي ما قلت احنا غرفناه بطريقتين مختلفين. يا رب تكونوا مستمتعين معانا، خليكم معانا لبعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض شويه حاجات كده يا رب تعجبكم، منها النجرسكو اللي انتم طلبتوه وكمان اللحمه بالقراسيا وسلط كده لذيذ فرنساوي اسمه سلط النسواز. بصوا بقى اللحمه بتاعتي اول ما حسيت انها دخلت في التسويه حطيت لها الجزر وحطيت لها القراسيا، وهسيبها شويه كده على النار علشان كله يتشرب مع بعضه عشان يوصل للون اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت ياخد من نكهات القراسيا والجزر. اللحمه تاخد من نكهات القراسيا والجزر. سيبها كده على نار هاديه تكمل تسويتها، هي استوت عامه اللحمه بس احنا بنكمل. وعملناها مع بعض بشكل حلو قوي هتعجبكم جدا. وعملنا النجرسكو. النجرسكو زي ما قلت ممكن نضيف له فلفل حامي متقطع شرايح، ممكن نضيف له كمان مشروم، ولكن انا تعمدت ان انا احط المشروم هنا في حاجه واحط كمان الفلفل في حاجه، يعني الحاجات دي اختياري.
عايزين تضيفوا اي اضافه تانية ضيفوها في النجريسكو، هو اساسيه اللحم الفراخ متقطعه كده شرايح او متنسله زي ما بنقول، ومتشوحه ببصلايه، وبعد كده معانا المكرونه اللي هي العريضه، وكمان عندي زي ما قلنا البشاميل كده. قربنا لو احنا باصين شايفين الكاميرا جايبه لنا ايه البشاميل، علشان انا عامله صح بدا ينزل تحت، هو ده اللي انا عايزه. اما اجي اغمق اكل كده احس بطعم الصوص جوه المكرونه، مش احس ان المكرونه لوحدها والصوص لوحده. زي ما قلت لكم ان احنا موجودين هنا لتلبيه رغباتكم، دايما ابعتوا لنا على صفحه الحياه، وكمان دايما تلاقونا معاكم زي كل يوم ما بقول لكم يا رب نحب بعض، اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.